يلا بسرعه هاتي الطماطم الايام دي ماليه السوق ورخيصه وفي منتهى الجمال، هاتيها كده مليانه كده لحم. بعد كده بغسلها وبعملها على متر بلس، بخلص الكميه كلها نص كوبايه من الميه، برفعها على النار. اول ما تبتدي تغلي بوطي عليها لحد لما احس ان القشره بتتشال كده يبقى استوت. الميه دي انا برميها، بوريكم بس ان الميه الصفراء دي هي اللي بتغير لون الطماطم. ارمي بقى الميه، سيبيها تبرد، اضربي في الخلاط، صفي في المصفى. بعد ما صفيتها في المصفى ده السمك بتاع الطماطم، هرجع بيها تاني على البوتاجاز واسيبها تغلي لحد لما تقصر معانا او تقل معانا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هسيبها تبرد او اسيبها ليله كامله في الثلاجه عشان اضمن وانا بشيلها في الاكياس او في العلب تبقى بارده معانا. هنا انا جبت العلب بتاعتي وحطيت الطماطم بعد ما بردت خالص. املي بقى العلب، انا بفضل العلب بيبقى شكلها يعني منسق كده في الفريزر. بكده يكون الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك وشكرا لكم.